4 سنوات مرت على ذكرى مجزرة المصطومة التي ارتكبتها قوات النظام بحق المتظاهرين المدنيين في جمعة أزادي، واليوم أمسى المعسكر ذاته بأيدي الثوار. هذا المعسكر الذي كان يحمل اسم معسكر الطلائع، كيف ينظر إليه أهالي ريف إدلب وكيف يسترجعون ذكريات المجزرة بعد هذه السنين؟ نتابع التقرير ونعود للنقاش. 20 من شهر أيار لعام 2011 كانت هكذا، و20 من أيار لعام 2015 أصبحت هكذا. يقوم أبطال جيش الفتح بتمزيق صور طغاة سوريا وإنزال صور رأس النظام من على معسكر المصطومة. منذ 4 سنوات وحتى الآن كان اسم المصطومة أو ما كان يعرف قبل اندلاع الثورة السورية بمعسكر الطلائع يشكل بالنسبة للسوريين عموما وللإدلبيين على وجه الخصوص القلعة الحصينة والقاعدة التي تنطلق منها عصابات النظام وآليته لارتكاب المجازر بحق الأهالي في القرى والبلدات المحيطة به. منذ 4 سنوات خرج أهالي ريف إدلب بصدورهم العارية للتجمع بساحات المدينة في جمعة سميت وقتها جمعة أزادي، ولكن رصاص قوات النظام وشبيحته كانت وقتها أسرع لتحصد العشرات منهم بين قتيل وجريح. هذه الذكرى الأليمة لم تكن الوحيدة خلال السنوات الماضية، فقد تلاها العديد من المجازر التي كانت المدفعية الرابطة داخله مصدر رعب وموت دائمين. أربع سنوات لم ولن ينسى أهالي إدلب ما فعله المصطومة وقبله القرميد ووادي الضيف والحامدية بمدنهم وقراهم، ولم تعد ترهبهم طائرات النظام التي تقصف بجنون بعد كل هزيمة على الأرض. 4 سنوات كاملة قال خلالها الثوار كلمتهم، حيث لم تعد تنفع أغصان الزيتون المرفوعة ولا اللافتات في صد طغيان النظام وإجباره على الخنوع للمظاهرات السلمية. وكان سلاح المواجهة هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها نظام الأسد. رسالة المصطومة وصلت ربما متأخرة لشبيحة النظام بأن الدم لا يصبح أبدا ماء، وأن ما يؤخذ بالقوة لا بد أن يسترجع بالقوة. ينضم إلي مباشرة من ريف إدلب يوسف قربي ناشط مدني من محيط قرية المصطومة، وأيضا أحمد بربور وهو شاهد على مجزرة المصطومة التي وقعت قبل قرابة 4 سنوات من اليوم تحديدا. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك يوسف قربي، حضرتك ناشط مدني من محيط قرية المصطومة. معسكر المصطومة تحديدا أو ما كان يعرف بمعسكر الطلائع، يعني له في له ألم معين خاص عند أهالي المصطومة لما قام النظام باستهداف المتظاهرين السلميين اللي كانوا رايحين على إدلب تقريبا شيء 300 شخص وقام بقتلهم جميعا. احكي لي عن هالتجربة هاي إذا كنت موجود وقت اللي صارت. نعم نعم نعم، بتاريخ تقريبا 20/5/2011 بجمعة أزادي اجتمع حوالي آلاف الأشخاص، اجتمعوا في مدينة أريحة من قرى جبل الزاوي وجسر الشغور، متجهين كنا منسقين مع بعض القرى أنه نجتمع في مدينة إدلب. تفاجأنا بقرب مدينة المصطومة، تفاجأنا بأرتال للأمن، سيارات أمن وشبيحة، تفاجأنا بإطلاق نار كثيف. بهذاك الوقت نحن كنا عارين أغصان زيتون، ما في سلاح. تفاجأنا بالأمن أطلق علينا النار بكثافة، وأصبت أنا بتاريخ 20/5، وبعد صفة بعد انسحاب الناس من هذاك الوقت صفى الناس ميدانيا هناك، اجتمعوا وصفوا بعض الأشخاص اللي كانوا متظاهرين صفاهم ميدانيا. طيب يعني شو احكي لي عن معسكر المصطومة؟ العالم أغلبية العالم بيعرفوه باسم معسكر المصطومة، ولكن هو معسكر للطلائع كان قبل. شو كان عم بيصير فيه؟ انه كان مجرد معسكر للأولاد الصغار؟ شو كان وضعه؟ هل كان فيه مثلا يصير فيه أشياء أخرى يقوم النظام فيه بمثلا سجن أو اعتباره معتقل أو هيك؟ نعم، كان سكن عسكري، هو كان معسكر للطلائع، بعد حولوا الى سكن عسكري تجمع للضباط الامن، وسجن
يقوم في تعذيب الأشخاص المتظاهرين بهذاك الوقت. هذا الشيء بهي الفترة، ولكن سابقا هو كان مجرد معسكر للأطفال، معسكر للطلائع. نعم 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 نعم. طيب الوقت اللي تم التحرير، وقت تم تحرير معسكر المصطومة اللي كان عم يستهدف محيط إدلب بشكل دائم بالقذائف بالقصف وإلى آخره، شعور الناس، شعورك أنت تحديدا بما أنه انصبت من خلال قوات النظام اللي كانت موجودة بهذا المعسكر وبعدين دخلت على هذا المعسكر فاتح منتصر؟ الصوت راح. ما عم تسمعني؟ صوت راح. طيب بما يجهز الصوت بروح لأحمد بربور شاهد أيضا على مجزرة المصطومة. أحمد اسمعنا يعني شو صار من يوسف القربي، حابي كمان اسمع من وجهة نظرك، لأنه هذا المعسكر استهدف كثير من الناس، قتل كثير من الناس، وخاصة بالبداية المجزرة المعروفة اللي هي صارت مثل تاريخ اليوم ومبارح اللي هو تم تحرير فيه معسكر المصطومة. تحياتي لك زميلي رولا. قدرا سبحان الله كان تحرير معسكر المصطومة قبل بيوم من ذكرى مجزرة المصطومة في 20/5/2011. انا كنت من الموجودين في هاي المظاهرة في جمعة أزادي، جمعة الحرية، اللي اجتمعوا فيها كل ريف إدلب من جسر الشغور، من أريحة، من معرة النعمان، من جبل الزاوية، كلهم اجتمعوا في يوم نحن سميناه لحالنا اسم زحف لمدينة إدلب. كنا رايحين كلياتنا مشي لمدينة إدلب، لما وصلنا لمعسكر المصطومة انهال علينا الرصاص. بهداك اليوم استشهد معنا أكثر من شخص، بتذكر استشهد شخص من أريحة اسمه محمد، سمينا اسمه دوار باسمه في مدينة أريحة اللي إن شاء الله راح تتحرر قريبا ونرجع لها. كان في بهداك اليوم ذكرى كمان، هاي نسيانين العالم، هي ذكرى انشقاق أول عسكري بمحافظة إدلب. أول عسكري انشق من محافظة إدلب هو من قرية كورين من معسكر المصطومة، انشق معنا بهاي المظاهرة، شاف الجيش وهو عم يضرب رصاص على المتظاهرين، قام رقد لعنا وقالنا أنا أخوكم أنا معكم، شلناه على كتافنا يومها. كنا هذيك الأيام كنا نحمل علم النظام نفسه بمظاهراتنا. مو شو اسمه هو؟ شو اسمه هذا الشاب اللي انشق؟ نعم شو اسمه الشاب المنشق كان؟ والله ما بتذكر اسمه، يمكن اسمه أكرم، ما بنتذكر اسمه على السواء، بس يمكن اسمه أكرم. بس ما بتعرف وينه هلا هو؟ وينه هو مثلا إذا كان لساته موجود؟ هلا أنا ما بعرف، سمعت عنه إنه استشهد الله يرحمه، ما بعرف يعني إذا كان هو استشهد ولا لا. بس بتذكر أنا يوم طفنا فيه الريف كله، رحنا فيه على معرة النعمان على أكتافنا، شلناه كل مظاهرة كان يطلع على الأكتاف، وانه هو ايقوني كان انه هو كان اول منشق من محافظة ادلب، اول منشق عسكري. بعد يعني خلال الفترة الماضية كان هذا المعسكر عم يستهدف بشكل دائم القرى المحيطة فيه ومحيط ريف ادلب، احكي لي عن الالم اللي سببه هذا المعسكر. طبعا هو كان معسكر للاطفال، هو قبل الثوره كان معسكر للاطفال يجوا يعملوا فيه معسكرات، تحول هذا المعسكر لسكنه عسكريه، تحول لسجن عسكري كمان، غير السجون تبعات امن، غير سجن الامن العسكري وغير سجن الامن الدولي ومراكز الامنيه الثانيه، كان هو سجن عسكري خاص بالجيش. معظم اللي كان الجيش يعتقلهم على الحواجز او ياخذهم من بيوتهم كان يحولهم على هذا المعسكر، كان هو عباره عن سكنه عسكريه تقصف من الريف المحرر بالمدفعيه، وكان هو عباره عن سجن في له غرف كثير. انا حضرت، انا يعني كنت من زوار هذا السجون في الشهر السابع من 2011، كمان يوم اعتقلني النظام زرت هذا السجن، تعرضت لتعذيب مثل غيري كثير من شباب ريف ادلب اللي كانوا يتعذبوا جوا. بما انه حضرتك كنت معتقل بقلب هذا السجن بمعسكر المصطومه، احكي لي كيف كان التعامل جوا، التعذيب، عدد الناس اللي كانوا معتقلين، اعمارهم، في اطفال، في نساء. يوم اللي دخلت انا على هذا، دخلت عليه لمده ساعات بس وانتقلت على فرع امن الدولي، بس وقت اللي كان اي شخص يدخل على هذا المعسكر كانوا يتعاملوا معه بمعاملة فظيعة. يعني انا بتذكر عن حالي كانوا يطفوا لي سيكارات برقبتي،
كانوا يضربوني بالحزام، حزام العسكري يضربوني على ظهري. في تعذيب كثير، يعني ما بيخفى على الناس تعذيب سجون النظام، كلياتنا بنعرف شو كيف كان يعذب وكيف كان. وكمان انا ما شفت، بس في ناس دخلت على هذا المعسكر وما طلعت منه غير جسي هامدي. برجع ليوسف قربي ناشط مدني. يوسف، يعني الان بعد تحرير هذا المعسكر ودخولكم فاتحين اليه، يعني حابه اعرف شو مشاعركم تجاه هذا المكان؟ هل حسيتوا انه اخذتوا حقكم بعد ما كان هذا المعسكر هو اللي عم بيقتل فيكم، عم بيقتل اهاليكم، عم بيعذبهم؟ ما في صوت يبدو. طيب حنشوف شو المشكله. استاذ يوسف قربي برجع لك، نفس الشيء بروح لاحمد بربور بنفس السؤال. احمد تفضل، بس كرر السؤال بعد اذنك. المعسكر الان بعد ما دخلتوا له فاتحين بعد هذا النصر اللي صار، وهو اللي كان سبب الم خلال الاربع سنين الماضيه كثير كبير لاهالي ادلب، احكي لي عن شعوركم. يعني هل حسيتوا حالكم اخذتوا حقكم لما حررتوا هذا المعسكر؟ هل شوي خفف من الجرح والألم اللي كان؟ طبعا هي فرحة ما بتنوصف، مثل معسكر الأرميد، مثل يوم تحرير إدلب، مثل يوم تحرير جسر الشغور. هذا المعسكر كان حلم احنا نحلم فيه، انه نشوفه او نقرب منه او نتذكر ايام طفولتنا لما كنا ندخل نلعب فيه بالمراجيح وبالالعاب بكرة القدم وغيرها. فرحتنا يوم دخلنا هذا المعسكر هي فرحة كبيرة كتير كتير كتير، ما بحسن أوصفها بالكلمات، ما بحسن أوصفها غير يعني ما بعرف كيف بدي أوصف لك هذا الشعور. هو شعور فرحة، يعني مثل أي فرحة، مثل يوم تحرير مدينة إدلب. الحمد لله رب العالمين. صار في كلام كبير من الله. الحمد لله. صار في حديث بأنه وصور تم تسريبها، بأنه الثوار لقوا صناديق مكتوب عليها اليونيسيف والأمم المتحدة، هي فيها مساعدات كانت بقلب المعسكر. هلا المراسل محمد فيصل وفي الناشط هادي عبد الله دخلوا على قلب المعسكر. أنا ما دخلت معهم يوم التحرير، كان يعني حز بقلبي هذا الموضوع انه ما احسنت ادخل معهم، كان في عندي ظرف. بس ما بعرف، انا هاي الامور وتفاصيلها هاي ما شفتها، انا ما بعرف عنها. طيب أبداً. خليني ارجع ليوسف قربي. محمد الفيصل صار جاهز معنا. يوسف قربي، يعني كنت عم بسالك عن التحرير اللي صار ودخولكم فاتحين لهذا المعسكر، شو لقيتوا اشياء؟ هل لقيتوا يعني شو كان في بقلب هذا المعسكر؟ هل كان في دلائل، في وثائق ممكن يتم استخدامها ضد النظام فيما بعد على التعذيب؟ على هل كان في غرف تعذيب مثلا؟ شفنا بسجن ادلب لما تم تحرير ادلب شفنا في ادوات كانت للتعذيب محطوطه وغرف التعذيب. نعم 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 نعم. هو حول المعسكر من معسكر للاطفال الى سكني عسكري، يقوم بتعذيب كافة، جميع أنواع التعذيب بداخل هذا المعسكر، من منفردات إلى شتى أنواع التعذيب داخل هذا المعسكر. الحمد لله بهمة جيش الفتح وهمة المجاهدين تحرر المعسكر بإذن الله، فرحة كبيرة. الحمد لله بإذن الله سوف يتقدم المجاهدون إلى مدينة أريحة بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله. يوسف قربي ناشط مدني، شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا أحمد بربور شاهد على مجزرة المصطومة أيضا من ريف إدلب. شكرا، نذهب إلى فاصل.